هذه الثورة المباركة قدمت شهيدا آخر، شهيدا قتل قدرا وقتل ظلما وعدوانا، ممن انعدم عندهم الضمير الإنساني حتى قاموا بفعلتهم بالاعتداء على هذا الإنسان المسن الذي خرج للتو من مسجد كان يصلي فيه صلاة الفجر. هذه الإنسانية المحطمة عند بعض البشر والتي لا ترتقي بأن نضعها في مصاف النفس البشرية، النفس الرحيمة، النفس التي لا تقبل بالظلم، فكيف تقبل بالاعتداء على إنسان بريء؟ رحمك الله يا شهيدنا الغالي. وها نحن نقف أمام قبر لامرأة عظيمة، امرأة عانت الكثير من ظلم هذا النظام، حيث زج بابنها المناظر الكبير والرمز الأستاذ عبد الوهاب حسين في سجن لا يكاد أن يرى النور فيه. وعانت قصة بعد قصة حتى توفاها الله سبحانه وتعالى، وهي تعاني من أمرين: فقدها لابنها الأستاذ إبراهيم، ومعاناتها لفراقها ابنها هذا الرمز الكبير الأستاذ عبد الوهاب حسين. هؤلاء هم عظماء قرية النويرات الزاخرة بأهلها الرجال المميزون، هذه القرية التي كانت عصية ولا تزال عصية على هذا النظام، وقد أبرز لنا تاريخ هذا الوطن الرجال، ومنهم الأستاذ عبد الوهاب حسين، هو قائد مميز نحن نرتاح عند ذكر اسمه، فكيف بنا ونحن نخطئ بتوجيهاته؟ بلا شك نحن نؤكد من خلال وقوفنا هنا أمام قبر والدته هذا المناظر العظيم بأننا رحل الإشارة له في كل توجيهاته، حتى وهو كان خلف القضبان نحن على هبة الاستعداد لنسمع منه كل توجيه، بل نقتدي بأمره. وليعلم من لا يعلم بأننا لا نتخلف عن أوامر قادتنا الرموز، وعلى رأسه في أهلها الرجال المميزون هذه القرية التي كانت عصية ولا تزال عصية على هذا النظام، وقد أبرز لنا تاريخ هذا الوطن الرجال، ومنهم الأستاذ عبد الوهاب حسين، هو قائد مميز نحن نرتاح عند ذكر اسمه، فكيف بنا ونحن نخطئ بتوجيهاته؟ بلا شك نحن نؤكد من خلال وقوفنا هنا أمام قبر والدته هذا المناظر العظيم بأننا رحل الإشارة له في كل توجيهاته، حتى وهو كان خلف القضبان نحن على هبة الاستعداد لنسمع منه كل توجيه، بل نقتدي بأمره. وليعلم من لا يعلم بأننا لا نتخلف عن أوامر قادتنا الرموز، وعلى رأسهم الأستاذ عبد الوهاب حسين. رحم الله الشهداء جميعا، شهداء البحرين، وحشرهم الله مع من يتولوهم من الأولياء والصالحين. بعد هذه الوقفة أمام قبر والدة الأستاذ عبد الوهاب حسين، سنتوجه بإذن الله تعالى لزيارة قبر آخر، قبر يبرز الظلم الكبير لهذا النظام، وهو زهق الأرواح البريئة المتمثلة في الأجنة وفي صغار السن، حيث استشهدت الطفلة حوراء وهي من منطقة النويدرات. وهذه معاناة أخرى تعانيها الأمهات في استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع، وهناك الكثير من الأجنة ممن توفاهم الله وهم في أشد معاناة أمهاتهم، وهم في أرحام أمهاتهم وهم يعانون من كيد
هذا النظام. اللهم تقبلهم جميعا برحمتك الواسعة، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة لأرواح الشهداء والمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.